ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني هل هذه الأصنام لها رجل تسعى معكم في قضاء حوائجكم؟ أو لها يد تدفع عنكم من يريدون أذيتكم؟ أو تستعين بها على النصرة على أعدائكم؟ ما هي منظر رجل ومنظر يد لكن غير نافع. أم لهم أعين يبصرون بها؟ هو منظر العين لكن العين لا تبصر على الحقيقة، لأن الذي لا يبصر ده صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة نقص طبعا. وعشان كده ربنا عز وجل كرر في غير آية أنه سميع بصير سبحانه وتعالى. أم لهم آذان يسمعون بها؟ هل لهم آذان يسمعوا دعاءكم فيستجيبوا لكم؟ قل ادعوا شركاءكم، ادعوا الآلهة التي أنتم تعبدونها من دون الله ثم كيدون. شوف بقى العزة والقوة، اجمعوا كل الآلهة واتفقوا على أذيتي وعلى الكيد بي وعلى المكر بي ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني فلا تنظرون، ما تستنوش كمان. شوف التحدي، ودي إهانة لآلهتهم. كل الآلهة تجتمع وتعالوا أذوني وما تستنوش لحظة واحدة. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وإن النظر بدون حرف جر يعني الانتظار، يعني بقول إني نظرت فلانا غير حرف جر اهو، يعني إني انتظرت فلانا. ولما أقول بحرف الجر إلى يبقى بمعنى البصر، إني نظرت إلى الرجل يعني أبصرت الرجل. يبقى كلمة فلا تنظرون ما فيهاش حرف جر، يبقى بمعنى الانتظار والإمهال. إنما النظر لو فيها حرف جر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى ناظرة هنا يعني مستنية ولا مشاهدة؟ مشاهدة عشان فيها حرف الجر إلى، يعني إلى ربها ناظرة، يعني الناس هتشوف ربنا يوم القيامة. نعم، وهذه عقيدة أهل السنة كما أثبتها القرآن.